السلام عليكم. سامسونج جالاكسي اس 24 الترا وكشف مفاجآت مذهلة حول الهاتف قبل إطلاقه الرسمي إن شاء الله. تم تسريب العديد من التفاصيل حول سلسلة الهواتف الفاخرة القادمة من سامسونج، سامسونج جالاكسي اس 24 بالفعل، وبعد تشكيل مثالي تقريبا للهواتف الذكية الفاخرة في شكل سلسلة سامسونج جالاكسي اس 23، يصعب على سامسونج أن تبتكر هاتفا ذكيا أفضل حتى. ولكن على الأقل بالنسبة للمحتملين الذين يفكرون في شراء سامسونج جالاكسي اس 24 الترا، يمكن أن تفاجئهم سامسونج بمفاجأة جيدة. كشف أبرز مميزات سامسونج جالاكسي اس 24 الترا. يمكن أن يستخدم سامسونج جالاكسي اس 24 الترا بمعالج سناب دراجون 8 جيل الثالث في جميع البلدان، وكانت هناك شائعات بأن سامسونج ستعيد شرائح الإكسينوس مع سلسلة الجالاكسي اس 24، وكانت هناك شائعات تفيد أن وحدات الجالاكسي اس 24 والاس 24 بلس والاس 24 الترا في الصين والولايات المتحدة ستحمل معالج سناب دراجون 8 جيل الثالث وعلى النقيض. وكان من المتوقع أن تحمل تلك الوحدات في البلدان الأخرى شرائح الإكسينوس 2400، وهذا قد يخيب أمال المعجبين الذين يستمتعون بأداء وعمر البطارية الممتازين على هواتف سلسلة الجالاكسي اس 23 بفضل معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني. ومع ذلك يزعم الآن أن جميع وحدات الجالاكسي اس 24 الترا بغض النظر عن البلد أو المنطقة ستستخدم حصريا معالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث. وادعى تيكريف أو ريفاغنوس على منصة تويتر أن جميع هواتف الجالاكسي اس 24 الترا ستتميز بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث وشاشة M13 LTPO سوبر أموليد بحجم 6 إلى 8 إنش على الأرجح بمعدل تحديث متغير بلغ 120 هرتز وذاكرة رام بحد أدنى 16 جيجا بايت، ويشاع أن يحتوي الهاتف على مساحة تخزين تبلغ 256 جيجا بايت على الأقل وتصل إلى 2 تيرا بايت تخزينا هائلا. وقد يستخدم الجالاكسي الاس 24 والاس 24 بلس رقاقة الاكسينوس 2400 في بعض البلدان ومعالج سناب دراجون 8 جيل الثالث في البلدان الاخرى، ويزعم ان هذه الهواتف تحتوي على ذاكرة رام بسعة 8 الى 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 او 128 جيجا بايت. ومن المتوقع ان تتميز الهواتف الثلاثة ايضا بلوحة LTPO سوبر اموليد او دايناميك اموليد مماثلة لهاتف الجالاكسي الاس 24 الترا، على الرغم من أن حجمها أصغر قليلا 6 إلى 1 إنش في الجالاكسي الاس 24 والاس 24 بلس ب 6.7 إنش. ومن المتوقع يعني أن تتضمن الهواتف الثلاثة شاشة كواد اتش دي بلس ديناميك أموليد 2 إكس ومكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة في الشاشة وتقنية 5G والواي فاي 6 إي والبلوتوث 5.3 والان اف سي ومنفذ يو اس بي تايب سي 3.2 عالي السرعة. وستأتي الاس 24 او سيأتي الاس 24 الترا مع اس بن مدمج وهيكل تيتانيوم وزوايا حادة، قد تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل ايزوسيل اتش بي 2 اكس وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجا بيكسل بتكبير بصري 3 اكس وكاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجا بيكسل بتكبير بصري 10 اكس. وقد تحتوي الجالاكسي الاس 24 والاس 24 بلس على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، وايضا لدينا كاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجا بيكسل بتكبير بصري 3 اكس. مقابل استخدام بطارية سعتها 4900 ميلي أمبير في الساعة بالنسبة للاس 24 بلس، أما في الألترا فستحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير كالعادة. ومن المحتمل أن يستمر الاس 24 في استخدام شحن سريع بقوة 25 واط، في حين يدعم كل من الاس 24 بلس والجالاكسي الاس 24 ألترا شحنا سريعا بقوة 45 واط. ومن المتوقع أن تتضمن الهواتف الثلاثة أيضا شحنا لاسلكي
لاسلكيا سريعا بقوة 15 واط، شحنا لاسلكيا عكسيا بقوة 4.5 واط. قد تتضمن هذه الهواتف أيضا إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية ذات الاتجاهين للرسائل في حالة الطوارئ. برأيكم ما هي أبرز ميزة يجب توفرها في الهواتف وتحديدا في سامسونج جالاكسي الاس 24 ألترا؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.